أصدر معالي وزير الداخلية الفريق والركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة قرارا وزاريا رقم 53 لسنة 2020 بشان حظر التجمع في الأماكن العامة ونص القرار على حظر التجمع في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة لأكثر من خمس أشخاص بل لأكثر من خمسة أشخاص كما نص على معاقبة كل من يخالف هذا الحظر بالعقوبة المقررة بنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشان الدفاع المدني التي تقرر معاقبة كل من يخالف القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتهيب وزاره الداخليه كافه المواطنين والمقيمين بضروره الالتزام بالتدابير المتعلقه بحظر التجمعات حرصا على منع انتشار الفيروس حفاظا على السلامه العامه في البلاد علما بان الوزاره ستتخذ كافه الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين